في الحقيقة أنا مكسوفة قوي من حضرتك ومن مدام حنان، بس أنا ما لقيتش أي حد ألجأ له إلا أنتوا، لأنكم أنتوا في الحقيقة هتفهموا الموقف بتاعي. البنت دي ليها معزة خاصة عندي قوي، لأني أول ما استلمت مديرة كانت هي في وشي على طول، وهي بصراحة ليها معزة خاصة عندي، بحبها قوي. وأنا لولا أن أنا عندي شابين كبار كان ممكن أجيبها تعيش معايا، بس صعب إن هما يتأقلموا مع بعض. يعني في الحقيقة أنا بطلب من حضراتكم إنكم لو ممكن تتبنوها. أنا مقدر جدا اللي حضرتك قلتيه، بس ده موضوع صعب، يعني محتاج وقت نفكر، فأنا بستأذن حضرتك معلش، يعني هفكر أنا وحنان وأرد على حضرتك في أسرع وقت. براحتكم، وأنا أسفة جدا لإزعاجكم، وفي نفس الوقت متشكرة قوي على المبلغ ده. شكرا. لا تحت أمرك. استأذن حضرتك بقى عشان نلحق نقعد مع البنات شوية. تفضلوا. عن إذنك. مع السلامة. اسمك ايه يا حبيبتي؟ مريم. مروة. مروة، في واحدة هناك قاعدة سمرة وعينيها ملونة، اللي انت بتحبيها، تعالي اوريها لك. اخيرا لقيتك، دوختيني وراكي. يلا بقى عشان بابا وماما مستنيين في المكان اللي احنا قلنا عليه. لا روح انت، انا هفضل هنا. يلا هتيجي يعني هتيجي. ولا تسيبني. الله، ايه الحاجات الحلوة دي؟ بتعملي ايه؟ الله، اسمك ايه يا حبيبتي؟ مريم. انت بقى مريم. بصي يا مامي، رسمه مريم صاحبتي حلوه ازاي؟ انا عايزه ارسم كده. الله، فعلا حلوه قوي. انت بقى اسمك ايه؟ اسمي حازم. انت عارفه؟ هات ايدك. رسمك حلو قوي، وانت زي القمر. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.